السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 5 التقييم على القسم 1 المتجهات منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق، لا أؤجل عمل اليوم إلى الغد. كمان جيب ورقة وقلم ومسطرة وتابع معي الحل خطوة بخطوة. إذا ما كتبت معي وأنت رسمت وأنت عم تفهم، يعني لازم تحاول تفهم شو اللي عم تشتغله. أوجد المركبات الأفقية والرأسية الموضحة في الشكل 21 في جميع الحالات. افترض أن الاتجاهين لأعلى ولليمين موجبان، يعني محور إكس الموجب في اتجاه إكس الموجب موجب، في اتجاه واي الموجب موجب. إذا بتاخده بالرياضيات حنبدأ هكذا. أنت أخذت أنه المركبة على المحور إكس وتساوي لها مقدار المتجه ضرب كوساين زاوية الزاوية التعريفية للمتجه. وقت بكتب سيتا إيه معناتها سيتا إيه هي الزاوية التعريفية للمتجه إيه، وهي الزاوية المحصورة ما بين محور إكس الموجب والمتجه إيه. لازم تتذكر هذا النظري. فوين موجودة عنا سيتا إيه هنا بالنسبة للرسم؟ أول شيء برسم المركبات AX و AY. سيتا A وتساوي لل 45، هذه هي. لاحظ كيف بدي أرسمها بهذا الاتجاه. ومن عود AX وتساوي ل 5 كوسين ال 45 و AY تساوي 5 في سين ال 45. نجي للمتجه A بنفس الطريقة. AX تساوي ل A كوسين سيتا A. سيتا A هي الزاوية التعريفية للمتجه A. فنشوف على الرسم، برسم المحور إكس وبحدد الزاوية. الزاوية التعريفية للمتجه إيه؟ المتجه إيه هي الزاوية من محور إكس الموجب إلى المتجه إيه. الحركة عكس عقارب الساعة. منلاحظ سيتا إيه تساوي 180 درجة. منعود إيه إكس وتساوي 3 كوسين 180، إيه واي تساوي 3 سين 180. نجي لبي، وين بي؟ هذه بي، هذه بي. بنفس الطريقة بي اكس وتساوي لبي كوساين سيتا بي. سيتا بي هي الزاوية التعريفية للمتجه بي، وهي الزاوية المحصورة بين متجه اكس الموجب بين محور اكس الموجب والمتجه بي. شوف كيف بدي ارسم على الرسم هذا المحور اكس. فالزاوية سيتا بي هي هذه الزاوية. لاحظ كيف بدي أرسم بهذا الاتجاه. إذن الحركة عكس عقارب الساعة. سيتا بي هنا 90. منعود بي بمقدارها ولا سيتا بي بمقدارها اللي حددت على الرسم. هلا بنجي للمتجه اف بنفس الطريقة. اف اكس وتساوي ل اف في كوساين سيتا اف. سيتا اف هي الزاوية التعريفية للمتجه اف، وهي الزاوية المحصورة بين محور اكس الموجب والمتجه اف. تعال نشوفها على الرسم. رسمت من بداية المتجه اف المحورين اكس وواي، وحطيت القلم، رسمت المركبات وحطيت القلم وين؟ على محور اكس الموجب، وضليت امشي في عكس عقارب الساعة حتى وصلت المتجه، يعني الحركة بهذا الاتجاه. فالزاوية سيتا اف تساوي ل 270 ناقص ال 45 وتساوي ل 225. ومنعود كلها مسائل تدريبية مشان خليك تتدرب تكتب وانت عم تفهم شو اللي عم تكتبه وشو اللي عم تعمله. سي كمان نفس الشيء. سي اكس وتساوي لسي كوساين سيتا سي. سيتا سي هي الزاوية التعريفية للمتجه سي، وهي الزاوية المحصورة بين المحور اكس الموجب والمتجه سي. كيف بدي احددها؟ رسمت المتجه، رسمت المحور اكس اللي هو الخط المنقط الاحمر، بحدد الزاوية.
لاحظ السي منطبق على اكس تماما في الزاوية سيتا سي صفر بيناتهم، ومنعوض. نجي للمتجه دي بنفس الطريقة، دي اكس تساوي لدي كوساين سيتا دي. سيتا دي هي الزاوية التعريفية للمتجه دي، وهي الزاوية المحصورة بين اكس محور اكس الموجب والمتجه دي. فبتلاحظ من الرسم دي منطبق على المحور اكس، فمعناته الزاوية بينهما صفر. وبعدين بتعوض. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء. لا تقول سهل سهل بعرفه، طبق بالورقة والقلم من غير الفيديو.